بحيرتي من بلدة الشام داست يا ويلهم رديت خويا بحيرتي من بلدة الشام قاسيت يا ويلهم الدور والله انظر يا خويا حالتي حالت هليتها تصرخ غباري يا الويلي الدمع مسجور تصرخ غباري يا الويلي والدمع مسجور خطرت جبدي من جرها وكثرة النوم في وين ويلي من عقب عينك يا مذموم يا ريت خويا بكربلاء حافتني الروح القلب يرني من صلبي النار مضروب خويا يا حسين خويا يا حسين خويا يا حسين قاسيت يا ويلهم هالقوم ولا انظر يا خويا الحالة وحالة هليتها تصرخ زباري يا الولي والدمع مسجور تصرخ زباري يا الولي والدمع مسجور فطرت جيب جين بشقر كثرة النور في وين ويلي من عقب عينك يا مذبوح يا ريت خويا بكربلاء حافتني الروح القلب مني من صلب النار خويا يا حسين 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 جيناك يا ابن وات علي هاليوم زوار تقعد تلد عيرك يا نور الابصار جيناك يا ابن وات علي هاليوم زوار تقعد تلقى عيلتك يا نور الابصار هاليوم ردت كربلاء لك لبني الابهار دايب حشاها بهالسفر يا بحر العلوم دايب حشاها بهالسفر يا بحر العلوم خويا يا ولا امشي خويا ميسر في ولية الاعداد ما قصر اهل القبر ما قصر اهل القبر واني لهم دربا يا خويا انسب امشي اسيرا ما عندي والي من بعد بيت العشيرة دارت بي العدوان من ديرة وسط المجلس وقف عطيني قوم سفيان والرجس ينظر حالتي ما بين عدوان ويصيح في وين اخوك شامت وفرحان شفت المهانة من عرض عينك يا ماما خويا يا حسين خويا يا حسين
والراس شايل جسم انتحل يا حسن زكري المصايل اقعد يا اخويا شوف حالتها الغرايب اقعد يا اخويا شوف حالتها الغرايب خويا يا حسن 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام وقضي عمري في عزل مظلوم واحضر ما ثمى وبعزانا نكسر تاسيل بتولى فاطمة وبعزانا نكسر تاسيل بتولى فاطمة وجد طه والحسن عزي حمى يلحمى وجد طه والحسن عزي هذه غاية كل محب خادم حسين انكتب هذه غاية كل محب السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله من محرم وانا في يمت يوم الأربع من محرم وانا يوم الأربع وانكتب زاير منير واقف في باب الحسين يا علي من محرم وانا احسب يمتى يوم الأربع وانكتب زاير منير واقف في باب الحسين واسمع الصايح ينادي هلا بكل الزائرين واسمع الصايح ينادي هلا بكل الزائرين هلا بيكم طب وعدنا وحق امير المؤمنين هلا بيكم طب وعدنا وحق امير المؤمنين ودمعنا من سكب خادم حسين الكتب ودمعنا من سكب السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله انكتب كل عام زاهر أدعو يا رب السماء انكتب كل عام زاهر أدعو يا رب السماء واقضي عمري في عزا مظلوم محضر ما دمى وبعزانا نقصد الحسين بتولى فاطمة وجد طه والحسن عزي حماي الحمى وجد طه والحسن عزي حماي الحمى هذي غاية كل محب خادم حسين انكتب هذي غاية كل محب خادم حسين السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وين قبرك يا حبيبي يا حسين وين قبرك يا حبيبي يا حسين وين قبرك يا حبيبي يا وين قبرك يا حبيبي يا حسين وين قبرك انا زبت علي جيت خويا وصوت نصيعتني جيت وجبت الحرب من ولي نريد يا مقبرك نقطع بالسنين
وين قبرك يا حبيبي يا حسين؟ 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 آه وين قبرك أنا ليلة يا غريب؟ للديار ولغم دمعي نحيب، وين قبرك يا من مجروح قبيل؟ جيت أدور عليه يا طول الوليد، وين قبرك أنا رمي فاقدة؟ جاسم راح لعمك في ذا وجيت يا حسن والنداء، ريت نحر كان مقطوع الوتي، وين قبرك يا حبيبي يا حسين؟ 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 آه وين قبرك أنا يا حسين الرضا؟ جيت أكتب يا محلى كل عتاب بينك وبين فصل في المصاب، واخذ سهم بين حضن الجنين، وين قبرك يا مريم فاطمة؟ جيت ويا الحرم من السماء، جيت امسح بيها طار الدماء، جيت ادور وين مقطوع اليدين، وين قبرك يا حبيبي يا حسين؟ 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 جيت ادور وين شفتين الوفا، يا ريت في الصفا حتى يوم الحشر روح الشفا، الله ياخذ داري من الظالمين، الله ياخذ داري من الظالمين، فاطمة وزينب تصب الدمع زينب تنادي فاطم تستمع، يا غريب ويا سليم ويا طعيم، يا غريب ويا سليم ويا طعيم، وين قبرك يا حبيبي يا حسين؟ وين قبرك يا حبيبي يا حسين؟ يوم 20 صفر يوم الزيارة، وتلك الأسارة يوم 20 صفر يوم الزيارة، قوم يا العباس وتلك الأسارة علي. عظم الله